وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف مباشرة من مدينة درنة الأستاذ محمد اللافي المحامي والناشط الحقوقي. رحب بك بداية أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أخوي أحمد، تحية طيبة لك وتحية للسادة مشاهدي قناة في الحدث. نعم أستاذ محمد، كيف تبعت جرائم الميليشيات المتكررة والانتهاكات التي تقوم بها تباعا مع المرتزقة السوريين وبدعم الغزاة الأتراك؟ هذه الانتهاكات التي كانت تطال مواطنين وأشخاص بعينهم الآن أصبحت تطال مدن بأكملها، والمجتمع الدولي يراقب، وتنديد واستهجان فقد مكتوب، لا يوجد أي تحرك دولي ضد هذه الانتهاكات. بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. أستاذ أحمد، يعني هذه جماعات الإرهابية المتواجدة في ليبيا منذ 2011، يعني حتى لا نغيب وقائع قد حدثت بعد 17 فبراير عندما هجرت مدينة طورغاء بكامل سكانها، وانتهكت هذه المدينة من كل حد وصوب من قبل الجماعات الإرهابية الموجودة في مثراتة والجماعات المؤدلجة والجماعات الجهوية. للأسف يعني نحن كنا كليبيون نطمح إلى دولة المؤسسات ودولة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلا أن هذه الجماعات زالت تستمر طوال هالعشر سنوات في مثل هذه الأعمال، وإن كان غابت في وسط ما بين 2011 حتى 2019، إلا أن هناك حالات قد حدثت عدة، وليس مدينة طرهونة التي هذه المدينة التي لم تحتفي على أحد، بل أن كانت رغبة هذه المدينة بالانضمام ودعم القيادة العامة للجيش العربي الليبي. لا يوجد دولة في العالم إلا ولديها جيش، يعني الخلاف هو خلاف أيديولوجي فكري مع هذه المجموعات الإرهابية، وليس خلاف على مناصب أو عمليات انتقامية. يعني ما قاموا به هذه الجماعات هي أعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. نعم. ونأسف على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي تدعي النزاهة وتوثيق مثل هذه الحالات، هي الآن في صمت عميق. يعني يبدو أن تهجير مدينة طورغة وتهجير مدينة طرهونة ليست يعني ليس وليد الصدفة، بل هي عمليات متراتبة من قبل هذه الجماعات. الغاية منها هي بسط النفوذ، وقد بدأت الآن تظهر أطماع هذه الجماعات بتمكين الغازي التركي من استلام هذه المدن واستلام ليبيا بالكامل، وبسط نفوذ الأردوغاني على الدولة الليبية ونهب ثروات ورق الشعب الليبي وسلب سيادة الدولة. هذه الجماعات لا تحمل لا فكر مؤسسات ولا دولة مدنية. شاهدنا القيادة العامة للجيش العربي الليبي عندما دخلت المدن في المنطقة الغربية لم تهجر أحد ولم تحرق مباني ولم تقتل شخص، ولم يعني كانت أعمال مؤسسة مدنية دولة تعمل وفق إجراءات تراتبية وقوانين منظمة لهذه الدولة، ولكن المدعين والمتشدقين بالدولة المدنية وأنهم يدافعون عن الدولة المدنية، هؤلاء لا يمتلكون ولا ذرة واحدة من نقاط الدولة المدنية، وهي احترام سيادة المواطن الليبي واحترام الدماء التي أسقت جراء اقتحامهم لمدينة طرهونة. شاهدت حتى حرق منزل نسأل الله يعني السلام له ولإصلاحه الحاج صالح الفاندي، هذا الشخص النبيل الذي يعني وقف إلى جانب الوطن ووقف لدعم مؤسسات الدولة. عندما نتحدث ونقول أننا ندعم القيادة العامة للجيش العربي الليبي، فأننا نتحدث أننا ندعم كامل مؤسسات الدولة فقط، لأنه لا توجد دولة في العالم من دون جيش، لا توجد دولة في العالم من دون قضاء، لا توجد دولة في العالم من دون أجهزة أمنية حقيقية، وليست الأجهزة الأمنية الباهتة التي قدم بها فايز السراج والعملاء الذين معه الذين يحاولون أن يفرضوا وجود هذه الميليشيات والمرتزقة السوريين والإرهابيين والغازي التركي على دماء وجثث أبناء هذا الشعب الطاهر. نعم الأستاذ محمد اللافي المحامي والناشط الحقوقي الخبير في القانون الدولي، كنت معي عبر الهاتف من مدينة درنة، أشكرك جزيل الشكر.